عيبه. لا ده انا كده الف واجيلك. مين ده يا ابني اللي مهدود؟ اديني جاي لك وهتشوف بنفسك. سلام. يا بنت الكلب يا بنت الكلب يا بنت الكلب يا بنت الكلب يا ريت تموت واخلص مني. هموت في ايدك يا ماما. يا ريت تموت واخلص مني يا ماما. خلاص يا تشاور يا بنت يا تشاور عليك يا بنت. هي دي المكافاه هي دي المكافاه. اقول ايه لابوكي؟ اقول ايه لابوكي لو جاي؟ سبع سبع يا باشا. خلاص بقى وحيد اللي مش كده بقى. سبع بيه سبع بيه خليها تفضفض وتطفي النار اللي جواها يا كلبه. اهلو تعالى بنات خلات مش عاوز عليهم. ها كنت نايم انا ولا بس فين؟ انا كنت فين لما اتجوزتي؟ انا كنت فين؟ وليه؟ سمعت بقى كنت فين؟ خلاص بقى متكفين يا بابا والله راسي راسي ما اسمعش صوتك. اخرس يا كلبة. ضيعت سنين عمري عليك. ضيعت شبابي كله عليك. دي المكافأة؟ دي المكافأة؟ والله العظيم يا ريت نسمع خبر ابوك يطلع ميت واخد عزاه بدل ما يجي حاسبني عليك. يا سليم فوق. خلاص بقى وحيد الله بقى. والله يا ماما كنا متجوزين. عرفي عرفي متجوزة عرفي؟ انت مصدقة نفسك انك متجوزة يا بت؟ يا بت انت قاصر يا بت. انت ليه جوزك اتجوز نفسك شرعي؟ لما تجوزي نفسك عرفي انت قاصر يا بت. يعني انت تجوزي ومعاكي ولي امر؟ الورقة دي بلا وتشربي ميتها. خلاص بقى دخل عليكي وحبلك بورقة بلا وتشربي ميتها. خلاص يا ماما خلاص خلاص خلصت روحك. خلاص يا حنان خلاص بقى. وايه اللي خلاص؟ اطلعي فوق يلا. وين ده خلاص؟ اطلعي فوق. سيبني عايزة اقطع. خلاص بقى أنا عايزة البندقية موتها. اقعدي يا حنان اقعدي واهدي بقى. اه اقعدي عشان نعرف نتصرف مش كده؟ اه ده انا ما استخسرتش حاجة فيهم. انا كل حاجة عملتها لهم. انا كنت بستخسر في نفسي اللقمة الهدمة الضحكة عشان اربيهم. دي المكافأة؟ دي كنت انا فين؟ كنت انا فين لما هي كانت بتخرج من صاص الليالي وتقابله وتحبه وتتجوزه وتحبل منه؟ انا كنت فين؟ كنت نايمة على وداني؟ كنت فين؟ اه هنا اه محدش حاسس بالنار اللي قايده جوايا. لا حول ولا قوه الا بالله. حاسس بيك يا ست حنان. يا حنان كلنا حاسين بيكي. ولو انتوا عندكم بنات انا كمان عندي اخت وحيده وبخاف عليها. بس مش كده، في طريقه عشان نحل بيها الدنيا. يتحل ازاي يا سليم بيه؟ ده يا ريتها معاها ورقه الجواز العرف. حتى الورقه دي مش معاها. عايزه اموتها عايزه اضربها بالنار. اه صلي على النبي بقى ابراهيم اطلع حاجه تشربها كده عشان تقدر نعرف نتكلم. الغلط وقع يا سليم بيه. يا ستي كله هيتحل، كل مشكله وليها حل ان شاء الله. اهدي انت بس. طب فهمينا ايه اللي حصل بدل ما انت عماله تعيطي كده. طب طب خلاص خلاص اهدي. طيب هي امك اللي ضربتك كده يا هند؟ طب خلاص طيب خلاص بقى اهدي بطلي عياط. خلاص بقى عشان بطلت انا كمان. بس بقى على فكره بقى مهند مش عاجبني طريقتك دي. البنت غلطت اه بس ما غلطتش لوحدها فمش هينفع تدفع الثمن لوحدها. زي ما الواد جرها للغلط احنا كمان هنجره ونجيبه هنا ويكتب عليها. ازاي يا سليم بي؟ اتجوزها. اتجوزها؟ اه اتجوزها وشرعي ومأذون قدام الناس كلها كمان. الواد اللي غلط معاها ده اسمه مصطفى بن انور الخولي. ابوه اغنى واحد في البلد. نص البلد دي ملكه. لو ابن رئيس الجمهوريه مش الواد غلط يجي يصلح غلطته؟ ومين اللي هيجبره؟ ابوه. مش انت بتقولي ابوك جير البلد؟ نروح نتكلم معاه. والله انت طيب قوي يا سليم بيه وابن ناس قوي ومتربي قوي. انور الخولي ده راجل ظالم ومفتري ومتكبر. هيرضى يجوز ابنه لبنت بيعت اللبن؟ هو بيقول عليا كده ان انا بيعت لبن. خلاص لو الذوق مش نافع معاه نجيبه بالعافيه ونخليه يكتب عليها. ازاي بس يا سليم بيه؟ هو احنا في ايدينا حاجه؟ اه يبقى في ايدينا حاجه ان شاء الله. بس لازم نهدى نهدى كده عشان نفكر هنعمل ايه. صلى على النبي كله هيتحل ان شاء الله. اهدي. ايه
ايه يا ما هتقتليني ولا ايه؟ يا ريتني كنت اقدر، يا ريتني كنت اعرف، ما كانش ده يبقى حالي. هونت عليكي، هونت عليكي يا هند، هونت عليكي تعملي فيا كده. والله العظيم يا ماما كان قصدي. حرام عليكي، انا تعبت قوي، تعبت قوي لغايه ما كبرتكم. حقك عليا، انا استاهل الدم. النبي يا ماما تزعلي مني، انا هموت روحي واريحكم من قرفي خالص. بعد الشر عليك. احنا ولاية وغلابة وربنا عالم بحالي، محلولة من عنده، هو هيتصرف. تفتكر ايه ما نعرف نقضي بالعربية دي حاجة؟ ايوة يا بيه موال، اذا كانت صاحبتها الست حنان بتقضي بيها احنا مش هنعرف نقضي. يا عم انا قصدي على الجاز، تفتكر فيها جاز يودينا ويرجعنا ولا لا؟ والله يا بيه انا ما بعرفش في العربيات ولا عمري ركبت عربيات، ما اعرفش بقى بيحطوا لها جاز ولا بنزين، يبقى شوفها انت. ربنا يسترها. طب بقول لك يا ابراهيم. ايه بيه؟ انت هتعرف تعمل اللي قلت لك عليه مش كده؟ امال يا بيه، ده شرف وانا عندي ولاية وبنات. انا اي نعم ماليش في الضرب والحاجات دي، بس ساعه الجد احنا جدعان قوي يعني، ما يهمكش. ماشي، ربنا يستر. طب يلا عشان نتكل على الله بالليل. ماشي يا بيه. خدت الفلوس؟ حروا نار في جتتك. ند ما ندمهاش يا ابو الحاج. احنا بقى لازم يا جماعه بقى نحتفل بالليله ديت. والمفروض ان انت اللي هتعزمنا على سهره حلوه، ولا نجيب كفته وكباب زي ما زناتي قال؟ لو انا لسه هدفع تاني كفايه اللي دفعته. جرى يا ابو الحاج، وانت مش كبيرنا ولا ايه؟ عموما لو مش مسامح انا اعزمكم. لا انا ماشي. ماشي فين؟ انت لازم تقعد وتاكل من لحم زناتي. ليه كده بس؟ كف الله الشر، ربنا ما يجيب اليوم اللي ناكل فيه من لحم بعض. انا مش فاضي للكلام ده، وبعدين انت مش قلت قبل كده مش مفروض ان حد يشوفنا مع بعض؟ عندك حق في دي. خلاص احنا هنجيب الكباب والكفته هنا، وزناتي برضه اللي هيحاسب. لا انا ماشي. راح فين يا حماد؟ ما تقعد يا اخي، كلها خمس دقايق مش كلنا. لا اقعد يا حماد بيه، في موضوع هنتكلم فيه وليك فيه دور مهم. موضوع ايه تاني؟ واحنا مش خلصنا خلاص؟ لا لسه ما خلصناش. شوفوا يا جماعه، احنا من يوم ما ربنا حطينا في كفه واحده في المشكله ديت واحنا بقينا ايد واحده، وده اللي خلانا بنخاف على بعض ونعدي من كل المشاكل اللي قابلتنا ونوصل للنقطه اللي احنا فيها. بس لسه مشكله صغيره قوي وحلها في ايدك يا حماد بيه. في ايدي انا مشكله؟ مشكلتي ايه؟ صلاح الطوخي، مش ده الضابط بتاع التفتيش اللي في الداخليه؟ اه، الراجل ده بصراحه ربنا رزل. الله ينور عليك، رزالته دي بقى هي اللي ممكن تعمل لنا مشاكل، لأن الراجل ده فيما يبدو إن عنده بعض الخيوط ماشي وراها، ولذلك راح اتكلم معاك في مكتبك، واتكلم مع المرحوم رفاعي، وآخرها زار زناتي في المستشفى. أنا مش عاوزكم تقلقوا، إحنا محدش هيقدر يهاوي بناحيتنا، بس بيقولوا برضو إن العار اللي ما بيصيبش يدوش، وإحنا لازم نخلص من الموضوع ده خالص. تقولوا إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. جرايا يا سيادة النايب، ده انت عضو البرلمان، يعني صوت الشعب. بطل كون يا نشأت، عاوز ايه؟ قول كمل. عاوزين صلاح الطوخي يبعد عن القضية دي خالص. طب دي نعملها ازاي يعني؟ تنقله، تطلعه معاش، أي حاجة. والنبي، حد كان قال لك عليا إن أنا وزير الداخلية ولا إيه؟ لا، بس أنت بمقام 50 وزير، وما كنتش قادر تعملها، ميل على حد من زمايلك في المجلس وهو يخلصها لك. يا جماعة، صلاح الطوخي لو انتهى من القضية دي نقدر نقول مبروك ويبقى الموضوع ده خلص خالص. قلتوا ايه؟ يبقى لازم يبعد يا حماد. الو، ايه يا حوده؟ طمني، ايه الأخبار؟ أنا حماد، أنت
فاكرني البلطجي اللي بتأجره على ظباط الداخليه كل مره واحد؟ لا عفوا يا باشا، معقوله برضو يكون وصلك القصد ده؟ لا طبعا، انا كل اللي انا اقصده ان سعادتك يعني بعشم تقف جنبي لحد ما المصيبه اللي انا فيها دي تنزاح. صلاح التوخي ايه اللي عايزنا نخلصك منه؟ صلاح التوخي ده عميد في التفتيش، ابوه ليه على المعاش؟ ما تفوق كده وتصحى يا حماد. بصراحه الراجل ده عامل لي مشاكل كتير قوي، وانا اوعد سعادتك ده هيبقى اخر طلب هطلبه منك. حل مشاكلك بعيد عني يا حماد، انا عملت لك اللي فيه الكفايه، والاخر مره انا بحذرك عشان انت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي ان يجي اليوم اللي تطلط فيه لطه تضطرني ان انا ابيعك واغسل ايدي من دمك. وانسى موضوع سليم الانصاري ده خالص. تفتكر يا ست اللواء سليم هيحكم عقله ويخرج نفسه ويخرجني من الموضوع المقرف اللي احنا فيه ده؟ الله هيفضل راكب دماغه ويعكنا اكتر ما احنا معكوكين. انت مالي ايدك من اللي انت بتعمله ده يا سليم بيه؟ يا راي ابراهيم ما تبقاش خواف، بعدين كل ده مش واثق فيا ولا ايه؟ اهو جه اهو. طب راجع نفسك، لا يطلع مش هو. لا هو الطريق ده مش بيودي غير لبيت ابوه. مش قلت لك هو؟ حد يطلع كده، انت ماشي في الصحراء؟ ايه؟ ازيك يا مصطفى؟ قوم يا علا. قوم يا علا. قوم يا علا. هتتودع. قوم. خد معانا قدام. خش عليك. اخلص يا انت مصيب الحاج. خش يا جوه يا ولد، خش جوه. اخلص يا ولد، انت في بوقك ده. نزل رجلك يا ولد، اكتم خالص، اكتم يا ولد، اكتم. ترميون الزبون اهو، روح هات المأذون والشهود. يلا يلا. ولا انت ليك كلام تاني يا واد؟ وماله حماد؟ مفيش مشكلة. ايه يعني الراجل بتاعك طلع ندل وملص منك؟ نشوف لها حل تاني، مش هنغلب يعني. مش قصة ندالة يا حاج، الفكرة ان الموضوع عمال يوسع ويلغوص قوي مننا، وفي النهاية يعني هو ملوش علاقة بالموضوع ده، هو مش عاوز يعك نفسه. خلاص يا حماد، ما احنا قلنا مش هنغلب. بقى اسمه صلاح التوخي ده احنا نعرف نتصرف معاه كويس قوي. ولا انت ليك رأي تاني؟ بصراحة بقى انا تعبت، انا مش عارف انفوق امتى من الكابوس اللي احنا فيه ده. هانت هانت اخويا هانت، ما تقلقش. فاكر يا حماد اول مرة عرفنا بعض كانت امتى؟ تلاقيك نسيت. دي حاجة برضه تتنسي يا حاج، دي عشرة وأيام وعيش وملح ما بيننا. ياه، شوف عدى قد إيه يا أخي، يجي 30 سنة وكانهم امبارح. كنت أنت لسه عيل صغير كده بتجري ورا المرشحين بتوع مجلس الشعب، وتعمل لهم شوية الأنباء كبتوعك دول، وتسخن لهم الصواوين اللي بيعملوها. ساعتها أنا بقى كنت لسه ببتدي في تجارة العربيات مع أبويا. أنا مش فاهم إيه لازمة الكلام ده دلوقتي. في يوم أنا فاكره كويس أوي، كنت خارج من المعرض بالليل زي دلوقتي كده، ولقيت عيلين بيجروا وراك، بيجروا وراك عشان ظبطوك وأنت مخنصر فلوس كان مديها لك المرشح بتاع مجلس الشعب عشان توزعها على الناس في الصور. فاكر؟ ولولا إني اتدخلت كانوا عدموك العافية. ومن ساعتها بقى وإحنا بقينا أصحاب، وأنا واقف في ظهرك، بصرف على انتخاباتك، وبخبي فلوسك الشمال في وسط فلوسي، وبشغلها لك. ومش بس كده، لا ده حتى الواد ابنك شادي لما لقيته خايب ومش نافع في اي حاجه
خليته شارك تامر ابني في الكافيه اللي انا فتحته له. ايه لازمه الكلام الكتير ده؟ انت ليه بتقلف القديم؟ لا ده مش قديم يا حماد. لو حسبته كلام قديم تبقى غلطان. دي حدوته امبارح والنهارده وبكره. من ساعتها واحنا اتكتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده. نشيل مع بعض الحلوه والمره لغايه ما نروح تربتنا. الكلام ده زي ما تقول كده قدر. قدر واتكتب علينا، لا انت تقدر تسيبني ولا انا اقدر اسيبك. مش عشان احنا اصحاب وحبايب، لا. عشان كل واحد فينا ايده جوه مصارين التاني. ولو حد وقع بينا ولا لا سمح الله نجح في انه يضرب بينا وبين بعض اسفين، هيبقى حكم علينا بالفضيحه. احنا الاتنين يا حماد، فاهمني؟ احنا الاتنين. مين وكيل العروسه؟ انا مولاي. هات البطاقه. اتفضل. هات بطاقتك يا عريس. يلا مصطفى ادي الشيخ بطاقتك. يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي لك يا استاذ. وانت كمان قول ورايا يا استاذ ابراهيم اني استخرت الله زواج مبارك ان شاء الله. حل مشاكلك بعد عني يا حماد. انا عملت لك اللي في الكفايه. والاخر مره انا بحذرك عشان انت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي ان يجي اليوم اللي تتلط فيه لطه تضطرني ان انا ابيعك واغسل ايدي من دمك. واحنا كتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده. نشيل مع بعض الحلوه والمره لغايه ما نروح تربتنا. ادخل. انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مش عندك مدرسه الصبح؟ ما انا كنت انام دلوقتي. طب خلاص ما حبكتش يعني دلوقتي. سيبوني مع اختكم شويه معلش يا هاله. يلا. طبعا كان عندي كلمتين لازم تسمعيهم. بس ما كانش ينفع اسمعهم لك قبل ما نحل المشكله دي. انت عارفه كويس انت غلطتي. غلطت في حق كل الناس. غلطت في حقك لما عملت كده ورخصت نفسك. غلطت في حق اخواتك البنات دول. وانت عارفه كويس انهم مستقبلهم كان ممكن يضيع بسبب حاجه زي دي. وامك. امك الغلبانه الشقيانه اللي ضيعت عمرها كلها عشانك وعشان تربيكوا كويس. وفي الاخر رحت عملت فيها كده. قلت في حق الواد اللي جاي ده اللي لسه ما شافش الدنيا. ذنبه يطلع يشوف ابوه واحد زي ده. انت عارف انا ساعدتك ليه صح؟ ساعدتك عشان كلكم ما تدفعوش ثمن بوظان عيل زي ده. اهله ما عرفوش يربوه. كان هضيعكم كلكم. معلش ربك سترها. مبروك.
دي خيبتك القوية وجاي تقول لي دلوقتي؟ انت كنت عايز نعمل ايه؟ ما انا اتخذت على اخواني. اخص يا رجالة اخص، هزقتني وهزقت نفسك وهزقت اسم العيلة اللي ناس بتترعب لما بتيجي سيرتها. تفو عليك وعلى الرجالة اللي زيك. ما كفاية بقى اللي حصل ده، لازم له رد عشان الناس كلها تعرف مين هو انور الخولي. والليلة قبل النهار ما يطلع. بس انت طلعت وحش يا ابراهيم، مع اني انا ما يبانش عليك. والله يا بي انا نفسي مستغرب من اللي انا عملته ده. انا طول عمري راجل في حالي، لا ليا في اللبش ولا المشاكل. بس زي ما تقول كده يا سليم بيه، في مواقف في الدنيا تخلي الواحد يطلع منه حاجات ما كانش يعرفها عن نفسه. عندك حق، مع ان انا وانت شفنا بلاوي كتير مع بعض، بس عمري ما شفت منك الشغل ده. والله يا بي انا من ساعه ما رجلي عتبت البيت ده وانا حسيت ان ده بيتي، وان اللي فيه دول اهلي بالظبط. البت هندي دي في سن نور اختي، وحتى مدام حنان امهم طيبه وغلبانه وعلى نياتها زي مراتي. حتى البنتين الصغيرين رؤية وملك في نفس سن بناتها. بيني وبينك يا بيه، انا اول يعني ما سمعت الموضوع ده الدم فار في دماغي، كنت هتجنن. بس لما لقيتك بتتصرف باتزان كده وحكمه، قلت هو ده الصح، لازم امشي وراك واسمع كلامك. غريبه، انت عارف يا ابراهيم ان انا حسيت نفس الاحساس ده، يمكن عشان سن سلمى قريب من سن هند. طول الوقت كنت خايف ان الكابوس ده يحصل لها وتقع وقعه زي دي، عشان كده دايما كنت بخاف عليها وبقرب منها وبخليها تحكي لي كل حاجه. بس بالحب عمره ما كان بالعافيه ابدا. ربنا يخليك يا بيه ويخليها لك. وحشتني البت دي يا ابراهيم. انا مش بنام دلوقتي، انت صاحي ليه؟ يا سلام. طب اديك اطمنت عليا، روح نام بقى، ولا عشان اتفصلت من الشغل هتبلطك بقى وتصحى الظهر. حسام انا مش قصدي والله، انا اوقات بيطلع مني كلام كده زي الدبش، بس صدقني بجد والله مش قصدي، انا اسف. وانا يا بي ظروفي زي ظروفك بالظبط. ابويا الله يرحمه مات وساب لي ثلاث بنات، جوزت اتنين منهم وما فاضليش الا نوره، عايشه معايا انا والعيال. عايشه معاك؟ طب ومراتك مش عامله لك مشكله بسبب الموضوع ده؟ سميحه دي طيبه قوي يا بيه، وبنت حلال واصيله، دي بتحب نوره اكتر مني. ده هي بالنسبه لنوره امها واختها وكل حاجه ليها في الدنيا. ربنا كرمنا وجالها عريس، قلت كويس قوي يلا بقى جوز الثالثه واخلص. هو صحيح ظروفه على قده، بس لقيته قد راجل وقد المسؤوليه، وتطمن انك تسيب اختك معاه، قلت خلاص يلا جهزها له وكله برزق. ربنا يقدرك ويخليك ليهم يا ابراهيم. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مش دي شقه استاذ ابراهيم السني؟ اه يا اخويا، هي في ايه؟ ماله ابراهيم؟ هي يا ترى اخت نوره موجوده؟ نوره؟ ايوه انا نوره. أنا زميل أشرف في الجيش، لا مؤاخذة يعني إني جيت في ميعاد زي ده، بس أصله كان موصينا أديكوا الجواب ده. وأشرف كويس؟ هو إحنا كنا واقفين في الكمين، دخلت علينا عربية مفخخة، وهو رمى نفسه عليها عشان يحاول يمنعها توصل لينا. أشرف تعيش أنت يا أستاذ. أشرف! أشرف يا سلام عليه، ده حتة ولد في منتهى الرجولة والأخلاق، زي ما بيقولوا كده الواد ده ما جابتوش ولادة. تصدق إنه لسه طالب في الجامعة؟ وأنت اللي خليك توقف على واحد في الجامعة لسه؟ ما هو أصله مش صغير، ده الواد ده ليه قصة والله، ده غلبان ومكافح زينا. الواد ده أصلا مؤهلاته متوسطة، وبيشتغل عشان يصرف على أهله وإخواته، وهو بيشتغل ذاكر وجاب مجموع كبير يدخله الجامعة عادي زيه زي أي حد. فدخل الجامعة يا دوبك سنتين، والتالتة جدره في الجيش، فراح سايب الجامعة وراح على الجيش. قلت له ولا يهمك يا أشرف، خلص جيشك وهي سنة فضلالك في الجامعة، أكون أنا وضبت نفسي وجهزت حالي وأجوزكم وتتكلوا على الله. والله واد جدع، البلد لسه فيها شباب زي الفل أهي. الواد لازم تعرفنا عليه أول ما نطلع من المصيبة اللي إحنا فيها.
تفتكر بيها نطلع من المصيبة دي؟ تقليش يا إبراهيم. الله يطمنك. هنطلع كلها عد إن شاء الله. يلا نام. أنت مش هتنام ولا يا بيه؟ إحنا قاعدين. عامل لك شاي طيب ولا حاجة؟ نام عشان بكرة عايزك في حاجة مهمة. حبيبتي نور، معنى انك بتقري الجواب ده اني قابلت وجه كريم. صدقيني يا نور، انا مش خايف من الموت ولا زعلان منه، انا بس حاسس في نفسي اني ملحقتش اتجوزك وهنيكي وعوضك على اللي شفتيه في دنيتك. حقك عليا يا غاليه عشان خليتهم يبلغوك الخبر قبل اي حد حتى اهلي. بس اعمل ايه، ملقتش اقرب ليا منك احطه في خانه اقرب المقربين. عشان خاطر يا نور، عشان خاطر ربنا ما تزعليش، انا ان شاء الله ابقى في مكان احسن من الدنيا وقرفها. سلميلي على ابله سميحه والعيال وعم ابراهيم، ربنا يفك كربه يا رب. ما تقلقيش، انا هبقى في الجنه وهدعي له ربنا يرجعه لكم بالسلامه. ربنا حنين قوي يا نور، حنين، ومش هيرضى يحرمك مني ومنه نوبه واحده. خلي بالك من نفسك يا غالي، وبيفتكريني. سلام. شفت يا حمار، مش قلت لك ان ربنا بيسبب الاسباب؟ هو الواد اللي كان خاطف قلب البيت ساب لها الدنيا كلها وخلع. ادي يا معلم، ولا كانت على البال ولا على الخاطر. جات لنا ايه؟ متقشرة. متقشرة؟ متقشرة يا زلطة. بص بقى يا زلطة، الدنيا دي بتمشي للي عايزها يا قفل. نورة دي بقى من سكة كلمتين باردين ومعاكسة في الرايحة والجاية. لا، دي بنت متربية وفابريكا، بلاش في الشمال، مفتاحها عند المأذون يا قفل. مأذون مرة واحدة يا معلم. افهم يا حمار. النسوان دي نوعين. نوع شمال ونوع يمين. الشمال دي ليها بدل المفتاح 10. تمام. واليمين دي بقى مصجرة، مفتاحها عند مين؟ عند مين؟ عند المأذون. ايوه كنت لسه. طب بقول لك يا معلم بقى والنبي، عايزين نفرح بقى وندخل الفرحة القهوة. عايزين بقى نستغل مجيتك ونروح نطلب ايدين البيت ونفرح بقى كلنا. هنفرح وهنروح، بس احنا مستنيين اليومين دول بتوع العزا لما يعدي. صاحب واجب يا معلم. وهنطلبها، بس مش ليك. امال لمين يا معلم؟ لمعلمك يا ولا هي تغلى عليا؟ لا يا معلم، بس انت عارف ان انا عيني من البنت نور، وانا مزاجي منها من زمان وعايز اتجوزها، ولسه شباب وليا بدل الواحدة 10. ليه انت شايفها يا معلم؟ اللي انا شايفه يعني ايه؟ قاعد بقول لك قدامك طبق فاكهة حلو على الترابيزة ونفسك فيه ومعلمك نفسه فيه، تمد ايدك عليه؟ ولا انت شفت اللي حصل لأشرف الله يرحمه؟ اللي بياخد حاجة من المعلم بيحصل له ايه؟ ولا ايه؟ على وضعك يا معلم.